على كل حال النقل الحضاري من ناحية المسؤولية بشكل عام هو مسؤولية ديال الجميع، لكن باش نكونوا صراحة المسؤول الأول والأساسي في العملية ديال تدبير النقل الحضاري وهو المجلس البلدي. عمل الشركة هي شركة كمثال من الشركات، إلا جينا بغينا نقولوا نحمل مسؤولية الشركة، نعم هي مسؤولة تعد ما كنكر هذا الأمر هذا، ولكن هذه الشركة هي اللي كاينة في مجموعة المدن وكاينة كذلك في وجدة، ولكن ملي كنشوفوا مقارنة هذه الشركة مع المدن اللي هي متواجدة فيها كنلقاو أنها في وضع مدينة قنيطرة في أسوأ يعني الحالة ديالها، في الأسوأ يعني حالة ديالها سيئة وتدبير سيء، لأن المشكل بدأ منذ البداية. لأن أصلا هذه الشركة ما عملنا نتكلموا، الآن شكون المخاطب وكيتكلموا على مول الشركة وصاحب الشركة؟ ما كنعرفوا الصفقة ديال الكرامة اللي كان ديك الساعة المسؤول الأول شخص آخر اللي هو الحاج برامج الجمالي، ومن بعد انتقلت الآخر اللي هو مطيع. إذن هذا العمل الانتقال، هذه الشركة بعد أصلا شركة واحد الصفقة خرجت من الباب ومن بعد رجعت من النافذة. إذن لنا اللي هي سيتي بيس، مهم هذا النقاش وداك الشيء هذا بوحدو. الأمر آخر وهو هذه الملاحظات والاحتجاجات وهذا لأنها كانت منذ البداية ملي بدات هذه الشركة طريقة التدبير ديالو جميع الالتزامات اللي والوعود التي قدمت في ذيك المرحلة ما تمش الوفاء بها، من إدماج العمال اللي كانوا كيخدموا في الشركة السابقة، من العدد ديال الأسطول ديال الحافلات اللي كانت متفق عليها، الطريقة كيفاش كيدبروا النقل ما كانش تحترم وما عمر تحترم دفتر شروط التحملات. إذا كان هناك تقاعس ديال المجلس البلدي، كان تقاعس كذلك حتى في تحصيل يعني الرسوم اللي كانت كتأدى في الخطوط، يعني كان المشكل منذ البداية ودي نتيجة طبيعية. بعد ما كان دائما كتطرح الإشكال ديال النقل، كل مرة كيخرجوا بوعود جديدة لكن النتائج كانت في كل مرة، وهذا الأمر والاحتجاجات الآن مع الأسف كنتفاجئ أنهم اللي كدار بيانات على ديال الدفاع على هذا الموقف من داخل المسؤولين داخل المجلس البلدي كيتكلموا على أساس أنه الناس كتزيد في هذا الملف. كيفاش غتزيد؟ واش وقع شلل كبير في هذه المدينة وكنتكلموا على مزايدات؟ ما كاينش. إذا هذا مشكل حقيقي اللي فيه مسؤولية يعني بالكامل كتحملها المجلس البلدي الدرجة الأولى، لأنه ما فشلوا في التدبير ديال هذا الملف هذا، لأنه في المرحلة السابقة نفس الأمر بعد ما كانوا في المرحلة السابقة المعارضة كان احتجاجات سابقة قوية جدا ضد طريقة التدبير ديال الشركات، ومع ذلك الشركة السابقة كانت أحسن وضعا رغم الملاحظات التي قدموها تجاه ديك الشركات. والآن مع الأسف حنا كنشوف هذا الوضع اللي وصلنا ليه.